أخبار اليوم. دلوقتي احنا هنتنقل للسؤال الخامس منطق. أجب عن ثلاث جزئيات فقط مما يأتي، برضو لنفس الوضع، هيجيب لك أربع أسئلة هتختار ما بينهم ثلاثة، كل جزئية بثلاث درجات. نبدأ بالسؤال الأول، بيقول لك أذكر الجانب الإيجابي عند بيكون. طبعا هنراجع شوية بس مع بعض. احنا عارفين ان منهج بيكون بيشتمل على جانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. السؤال طالب ايه؟ طالب الجانب الايجابي. ايه هو الجانب الايجابي؟ ان انا اول خطوة عندي هبتدي اجمع المعلومات، جمعت المعلومات. تاني خطوة هبتدي اصنف المعلومات اللي عندي في ثلاث قوائم، قائمة الحضور، قائمة الغياب، قائمة التفاوت. الخطوة الثالثة هبتدي احلل الثلاث قوائم دول اللي هي قائمة الغياب وقائمة الحضور وقائمة التفاوت عشان اصل من خلالها الى القانون العلمي. السؤال رقم ب بيقول لك ايه؟ تعبر القضية الرياضية عن اللزوم المنطقي، برهن بمثال. نفس الكلام اللي انا هقوله هقوله تاني، برهن بمثال. يعني انا معنى كده ان انا هشرح وهدي مثال. اللزوم المنطقي، احنا عارفين ان الشطر الثاني يلزم لزوما منطقيا عن الشطر الاول. مين هو الشطر الثاني؟ اللي هو المحمول بتاع القضية. مين هو الشطر الاول؟ اللي هو الموضوع. يعني لما اجي اقول لك 1 زائد 1 بيساوي 2، 2 عندي ده بتعتبر الشطر الثاني اللي هي المحمول، و1 زائد 1 بنسميه باسم الايه؟ الموضوع. نتنقل للسؤال الثالث، بيقول لك العمق والاتساع من معايير التفكير الناقد حلل هذه العبارة. احنا عايزين نركز على المعايير وناخد بالنا منها، ان احنا عندنا 7 معايير. السؤال هنا طالب منك معيارين اللي هو العمق والاتساع. ايه هو العمق؟ المفروض ان انا بيكون عندي ان انا بقف على كل ابعاد المشكلة معرفتها. العمق المفروض ان انا بتعمق في الموضوع القدامي او الفكرة القدامي، بعرف جميع ابعادها، يعني بلم كل بعد من حوالين هذه الابعاد. طيب ازاي هطبق معيار العمق؟ انت عندك مجموعة من التساؤلات بنبتدي نسألها عشان نقف على معيار العمق. ايه هو معيار العمق؟ بنبتدي نسأل يا ترى ايه هي ابعاد المشكلة، وهمسك كل بعد من الابعاد دي واحط عليه مجموعة من التساؤلات عشان اقدر اصل للحل اللي انا عايزاه. نمسك المعيار الثاني اللي هو معيار الايه؟ معيار الاتساع. معيار الاتساع ان انا بتحاول ان انا اتوسع في شويه في المشكله، ان انا بعمل فحص لجميع جوانب المشكله. طيب هعمل فحص، يبقى معنى كده ان انا هقف عند كل تفصيله من التفصيلات الخاصه بموضوع المشكله. طيب يا ترى ازاي هطبق معيار الاتساع؟ هبتدي اقول يا ترى في وجهات نظر انا ما خدتهاش، هبتدي ان انا احطها عشان اجاوب عنها او ان انا استعرض بيها اراء ثانيه. الحاجه الثانيه، يا ترى في طريقه او طرق ثانيه بقدر استفيد منها في حل المشكلة. الحاجة الثالثة، يا ترى في تفصيلات لم يسبق طرحها في المشكلة وانا هحاول ان انا القي الضوء عليها ولا لا. يبقى كده احنا مسكنا المعيارين، شرحناهم، وادينا تساؤلات عليها. خد بالك ان هو جايب لك السؤال باسم حل هذه الايه؟ العبارة. هنيجي بقى للنص، السؤال اللي عامل رعب وعامل قلق للطلبة الثانوية العامة كلهم، اللي احنا بنسميه باسم النص، اللي من خلاله بنطلع مقدمات، بنطلع نتائج، بنكون حجة نموذجية. اللي انا عايزاه منك ان انت تقرا القطعة كويس قوي بالراحة، وان انت عندك مؤشرات لفظية من خلالها تقدر تطلع النتائج، ومن خلالها برضه هتقدر تطلع المقدمات. طب يا ترى هبدأ بمين؟ بالنتيجة ولا بالمقدمات؟ قال لك أول حاجة في الحجة أو النص اللي قدامك هتبتدي تطلع النتيجة. طب هعرف النتيجة منين؟ هبتدي اعرف النتيجة من خلال المؤشرات اللفظية اللي موجودة فين؟ في النص. طب نقرا كده السؤال بالراحة ونشوف عايز مننا ايه؟ بيقول لك اكتشف الباحثون ان العمل التطوعي ومساعدة الاخرين يخلص النفس من الانانية. وثانيا بيزيد من الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية. وثالثا بينمي مهارات اعمال العقل. ورابعا ينمي القدرة على حل المشكلات. لذا يجب علينا استثمار اوقات الفراغ في العمل الايه؟ التطوعي. طيب ده النص المطلوب. يا ترى النص ده عايز ايه؟ خد بالك ان هو جايب لك مطلوب واحد ومطلوب اتنين. المطلوب الاولاني بيقول لك حدد المسألة الرئيسية للنص. ايه هي المسألة الرئيسية للنص؟ هبتدي اشوف النص ده بيتكلم على ايه. زي ما بيجي لك بالظبط ان انت هتحط عنوان لقطعة معينة. طيب يا ترى النص ده بيتكلم على ايه؟ هنبتدي كده نشوف. بيتكلم عن العمل التطوعي، بيتكلم عن استثمار اوقات الفراغ في العمل الايه؟ التطوعي. طيب الخطوة الثانية هنبتدي بيقول لك كون من النص حجة منطقية نموذجية، كون من النص حجة منطقية نموذجية. طب هكون حجة منطقية ازاي؟ هنتعلمها دلوقتي. هنبتدي أول حاجة هنقرا النص زي ما احنا قريناه دلوقتي، الخطوة الثانية هنبتدي نطلع النتيجة. يا ترى مين الشاطر اللي هيطلع لي النتيجة؟ طيب اللي هي استثمار اوقات فراغ في العمل التطوعي. طب عرفت منين انها نتيجه؟ لما لقيت لذا يجب ايه علينا، عرفت على طول من مؤشر لذا انها هي اللي مسؤول عن وجود النتيجه ايه بعدها. طيب يبقى معنى كده انا وصلت وعرفت مين نون.
طب يا ترى في نتائج تانية موجودة في النص ولا مفيش؟ قال لك هنبتدي كده ندور في تاني مؤشر لمؤشرات نتيجة، لا مفيش. طب هنبتدي بعد كده نحدد المقدمات. من المقدمات اللي عندي اللي هي اكتشف الباحثون أن العمل التطوعي ومساعدة الآخرين يخلص النفس من الأنانية، دي هكتب عليها ميم إيه؟ واحد، وكمل. ثانيا ده مؤشر لمين؟ لنتيجه. زي ما اكتشف كده مؤشر لمقدمه، هنبتدي المؤشر الثاني للمقدمه اللي عندي كلمه ثانيا، يزيد من الثقه بالنفس وتحمل المسؤوليه، دي مقدمه اثنين. ثالثا ده برضه مؤشر بيدل على انها مقدمه اللي هي بينمي مهارات اعمال العقل، يبقى كده ميم ثلاثه. بينمي القدره على حل المشكلات اللي هي رابعا، برضه بتدل على انها من مؤشرات المقدمات، يبقى كده عندي ميم اربعه. يبقى كده انا في النص بتاعي حددت اربع مقدمات وايه ونتيجه. طب هكتبه ازاي؟ هنمسك اول حاجه هنكتب ميم واحد. ميم واحد اللي عندي اللي هي مين؟ اللي هي العمل التطوعي ومساعده الاخرين يخلص النفس من الانانيه، واروح كاتبها هنا. هتنقل للخطوه الثانيه اللي هي ميم اتنين. ميم اتنين اللي عندي اللي هي بيزيد من الثقه بالنفس وتحمل المسؤوليه، واروح كاتبها هنا. ميم تلاتة اللي هي بينمي مهارات اعمال الايه؟ العقل، اروح كاتبها هنا. بعد كده ميم اربعة اللي هي القدرة، اللي هو بينمي القدرة على حل المشكلات، واروح حطها هنا. واروح جر خط اللي احنا بنسميه الحجة المنطقية تبع لشريط الاستدلال، واروح حتى النتيجة النهائية عندي اللي هي استثمار اوقات الفراغ في العمل الايه؟ التطوع. كده انا كونت حجة نموذجية. خد بالك ان السؤال طالب منك حجة منطقية نموذجية. الحجة المنطقية النموذجية اللي هي ميم واحد، ميم اتنين، ميم تلاتة اللي احنا بنحطها عبر شريط الايه؟ الاستدلال. لما يجي يقول لك حجة منطقية ويسكت، يبقى معنى كده ان هو مش عايز ميم واحد وميم اتنين. بس حاول على قد ما تقدر تقرا السؤال كويس وتشوف السؤال وايه المطلوب منك فيه.